الناس اللي بترفع الوزن او بتنزل الوزن، رمضان من اعظم الفرص اللي تقدر تستغلها في الموضوع ده جدا. تنزيل الوزن حاول تتمرن قبل الفطار، نقول قبل الفطار بنص ساعه على الاقل يعني، او ماكسيموم قصدي نص ساعه، تمام، وتروح تفطر عادي وتنظم اكلك. واكيد كتير قوي وصفات وكتير قوي اماكن تعرف تعمل كده. ولو عاوز يعني مجرد نصيحه متواضعه مني، اكيد انا اكيد هقول لك، مش هبخل عليك يعني، واقول لك اللي اعرفه. تزويد الميزان، طبعا هنفطر على تمرين او 3 تمرات. طب ليه عدد فردي؟ علشان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عدد فردي، العدد الفردي لما بتاكله بيتحول لكرب، ما بيتحولش لسكريات وسكاكه، ما ينطق عن الهوى طبعا يعني صلى الله عليه وسلم. بعد ال3 تمرات هتفطر عادي، بس انت قبلها تكون مجهز كوب حليب وتحط جواه 5 تمرات او 7 تمرات، شويه مكسرات، اي مكسرات عندك، فول سوداني، مزايا، معلقه من العسل، وكمان لو في معلقه من الشوفان او الفول الصويا لو البنت اللي هتزود، لو بنت هتزود تزود معلقه من الفول الصويا المطحون، وتاكل الكلام ده، تاكل الخليط ده كده كله على بعضه بالمعلقه بعد الفطار بساعه. بعدها بساعتين هتاكل من نفس الاكل اللي كانت منه في الفطار، لو عندها نفس ان هي تاكل نفس الاكل اللي اكلته من شويه ما بتزهقش يعني، الحمد لله على كل حال. بعدها بساعه تانيه ناكل اي حاجه من الحلويات الموجوده، كنافه، مش عارف ايه، اي حاجه. وبعد كده يا ريت واحنا ناكل الكنافه او الكلام ده نشرب قهوه مره، تكون قهوه مانو او قهوه ساده لو تعرف، بس خلي في نسبه سكر قليله عشان تعرف يعني ايه ما تضرش الكلى. الحاجه الاخيره قبل السحور برضو بساعه نحاول ناكل اي حاجه، يبقى عندنا كده وجبه السحور ترفع معاك الميزان ان شاء الله بشكل كويس جدا. رمضان فرصه عظيمه جدا نستغلها في زياده الوزن وكده. طب لو عاوزين نزود معانا شويه مناطق الانوثه وكده، علينا ان احنا نشرب كوبايه حلبه كل يوم عليها معلقه عسل ابيض، جدا هتساعد جدا في تزويد مناطق الانوث، سواء شربناها او دهناها بزيت الحلبه، وفي ناس ما بيجيبش معاها نتيجه من زيت الحلبه. سلام، وما ننساش المتابعه وحركه الاكسجين. سلام.